المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأمان البعيدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التفكر نعمة، التفكير ونعمة العقل من الله، والعقل له عبودية مثل عبودية البدن، وهو التفكر في آيات الله الذي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وآيات الله هي شرعية وكونية في كتابان، كتاب مسطور وكتاب منظور. المسطور القرآن، المنظور الكون. كتاب مشروح وكتاب مفتوح. الكتاب المفتوح هو الكون، الكتاب المشروح القرآن. قال سبحانه يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أعمل فكرك في هذا الكون لتخرج عبدا صالحا منيبا مؤمنا. بالله عليك لو أعملت فكرك واستنتجت وقرأت وطالعت ولم تمر على الآيات عبثا، تمر على هذا الكون يعني كذا صدفة، يعني لا تنظر في السماء ولا تدري من رفعها، وتنظر في الجبال ولا تدري من أرساها، ما تسأل نفسك من أرساها، ولا في الأشجار ومن جملها، ولا في الحدائق ومن نسقها، ولا في الكواكب ومن كوكبها، ولا في النجوم ومن جملها. أجل من هو المبدع حقيقة؟ انظر يا أخي في الكون نظر المعتبر المتفكر، وتفكر في هذا الإبداع العجيب الذي تراه لتعود بالإيمان. ولهذا ينبغي علينا أن نعمل التفكير. التفكير يكون هي كالسيارة المنحدرة من رأس الجبل، إن حافظت على توازنها وصلت بك، وإن تركت المقود ذهب بك ذات اليمين وذات الشمال، تجمح بك مع الخيال ضر يمنة ويسرى. ولهذا ينبغي عليك أنك دائما تتفكر في الجانب الجميل، الجانب الإيجابي. لا تترك ذهنك يذهب إلى الأسوأ، إلى المناطق السوداوية، إلى التشاؤم. يقول أحد الكتاب الغربيين: حياتك من صنع أفكارك، حياتك من صنع أفكارك. فعليك أنك أن تتفكر في الجميل، تفكر في نعم الله، تفكر في عطايا الله، تفكر في آيات الله، في القدرة. إذا قرأت القرآن وأنت ما تفكرت فقط لك أجر التلاوة، لكن أجر التدبر فاتك، وأجر العلم الثمرة فاتك، ثمرة الإيمان وجهة العلم فاتك. إذا ما يقول يمرون عليهم عنها معرضون، يعني كثير من البشر الآن، ملايين البشر يمرون في الآيات الكونية ما يتفكرون. بل العجيب، شوف المفارقات العجيبة، تجد بعض الناس الآن يتفكر في صنع البشر أكثر من صنع الله، فهو يتفكر في الطائرة والسيارة والمركبة، ولا يتفكر في من أنشأ وخلق وأبدع هذا الكون سبحانه وتعالى. ألا إني أدعو أنا إلى تصحيح التفكير. التصحيح التفكير أنك تمرن نفسك، ابدأ بثلاث دقائق كل يوم. يعني إذا خلوت بنفسك 3 دقائق تقول سوف أتفكر في نعم الله علي، 3 دقائق من يوم آخر تتفكر في آيات الله في الكون، 3 دقائق آخر تفكر في ذنوبك وعيوبك علّك تصححها، تفكر في 3 دقائق أخرى في يوم آخر عن اليوم الآخر يوم القيامة. التفكر هذا يوصلك يا أخي إلى أمور، حتى يرتب لك حياتك، حتى حياتك المعيشية. ترى إذا ما بقيت، إذا ما جلست دقائق تفكر حتى في مستواك، في أسرتك، في دخلك، لن تكون مرتبا في حياتك، لأن هذا الترتيب يعيد لك التناسق العقلي الفكري لك، يعيد لك التوازن النفسي، فيجعلك تفكر مثلا حتى في أمور الحياة. يا أخي خذ لك وقت في التفكير، تفكر كيف هل دخلك يساوي مصروفك في الحياة، تفكر هل أنت معتني بصحتك، هل تمارس الرياضة والمشي، تفكر في أخلاقك، هل أنت أخلاقك مرضية، هل أنت مرضي عند الوالدين، عند جيرانك، عند إخوانك، عند زملائك. تفكر في معلوماتك، هل أنت معلوماتك وتحصيلك وقراءتك واطلاعك يوصلك إلى هذا؟ هذا التفكر الإيجابي، هذا الذي يدعو الإنسان إلى أن يصح مسيرته. أما الذي يقعد ساهن لاهن يعطل نعمة الله عليه، بل من أعظم النعم عليه نعمة العقل، ولا يفكر في أمور سيئة. ترى السارق واللص يفكر كيف السرقة واللصوصية، والمغتال المغادر الفاجر يفكر كيف الغدر، والسيء يفكر في السوء، ولكن المؤمن يفكر في طرق الإيمان. تقبل الله منه ومنكم، وإلى اللقاء، وشكرا لكم.
المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة.